تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا خسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجكم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafasati fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika al-kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي
أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syaitana Muhammad wa ala syaitina Muhammad. Sallallahu alaihi wa radhiyallahu wa tafarraqa ashabati rasul asma'in. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan amadah ya rabbana lakal kamil salih awa mataqabal ma'asil ma'asawabah ma'akorokna umi surat wadhati hasan wa silatan hasan ila sabah muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa jwadihi alibadih wadham ya'masalin wal awliya wal ulama wal awli wa jamil ma'asil minkurabin Ushan Bairu Shadha Shadul Qutir Jilani Raja Shaykh Ahmad Batin Naqsa Bandi Khudiyah Ushan Bairu Min Aziz Shasham Sin Sinaratan Fatah Ma Shasham Kumdi Shaykh Shubak Dibu Shaykh Shubak Ushan Bairu Bapak Yaitu Mana Sekalian Bairu Bapak Hamdan Bairu Bapak Asri Bairu Bapak Tirbay Udhari Ibu Rasimah Allah Maghfir Lahu Marhamu Najal Abaina Wa Umatina Allahumma aghfir lahu warhamhu ajran azima simad ya janasir mutmaina ayati ya rajul hajannati awwa shina din nabi ga muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarfat obratat ma bata bata awwa mat ana minal muttaqin awwa mat salikin min sabil harat awwa majirna minan nar awwa majirna minan nar awwa majirna minan nar Allahumma khala jannah wa jannah wa jannah Allahumma tamlana bil iman wa jannah Bika la ilaha illa Muhammadur Rasulullah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar Subhana rabbi yata masifun wa salamun ala mursalin Walhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Salamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tala'al-Badru alayna
Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirat rahimakumullah, barusan kita dengarkan alunan kalam ilahi yang telah kita dengarkan, yang dipimpin oleh beliau Kiai Haji Hasan Bisri dan Bapak Kiai Kamsuri. Semoga dengan Nurul Qur'ani yang senantiasa mampu menyinari setiap perlungan hati dan senantiasa membentengi diri dengan iman yang hakiki. Dan semoga Allah memberikan pahala bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, adapun acara selanjutnya yaitu pembacaan maulid Nabi yang akan dipimpin oleh beliau Al-Habib Ja'far Al-Musawa. Kepada Al-Habib Ja'far Al-Musawa kami persilakan. Faya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oh ya ayyuhal mustaqoon ila ru'ya jamalik sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oh ya man yakhdubu wisalahu yaqdantahu wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم